جميع السفن والقوارب التي تبحر اليوم فوق مياه البحر بدأت رحلتها ذات يوم من اليابسة، وتحديدا من ورشات تصنيع وبناء السفن. عبد اللطيف صاحب هذه الورشة بضواحي العاصمة يقوم رفقة مجموعة من الشباب بالإشراف على تصليح وبناء مجموعة من القوارب والسفن على اختلاف أشكالها وألوانها وأحجامها. خصوصية نتاع الورشة تاعنا ممكن في العالم، في افريقيا صح، الورشة الوحيدة اللي تخدم بالصلب يعني الحديد، ولا نخدمه بالكومبوزيت اللي هو البلاستيك، يعني كومبوزيت يعني مزدوج فيه زجاج وفيه لاريزين اللي يسمى الكومبوزيت. يعني عندنا خبرة في الصلب الحديد وخبرة في الكومبوزيت، والورشة ممكن الوحيدة في افريقيا اللي تصنع الموديل نتاعها خصوصيا خامينهم احنا عندنا، يعني مش يعني مقل. جميع هذه القوارب صنعت بإشراف وخبرة جزائرية محضة تحترم المعايير والمقاييس الدولية، وهو تحدي رفعه هذا الإطار الجزائري الذي أخذت هواية بناء السفن جل وقته وجهده. كانش مركز تكوين مهني اللي يكون في هذا الميدان تاع لا بلاستيك، كاين في التلحيم في لا سودور كاين، لكن في بناء السفن خلينا على بناء السفن ما كانش، لكن على الاقل لا بلاستيكولوجي اللي هي يعني صنعت على ريزين ولا فيو دو فير، لكن اي مركز تكوين اللي يكون الشباب معنا رانا نكونوا فيهم احنا هنا في ال... وباش تكون واحد يلزم لك حتى تقريبا 6 شهور، يعني ويعني تو ديبون المستوى تاعو. لكن اذا يعني احنا حابين هنا يرجع اولا، يعني ما نقولكش مركز تكوين ديالي، لكن نكونوا الشباب تاعنا تاع الكاليتوس، والحق مفتخرين اذا كان بعد تكلموا معاهم انتم مفتخرين بالفكره اللي هما قاعدين يعني يبنوا في سفن هنا في الكاليتوس، والاغلبيه فيهم ما كانوش متوقعين يعني في قدراتهم نهار من نهارات يبنوا السفن. الوصول إلى الشكل النهائي للقارب ليس بالأمر اليسير، ويتطلب من عمال الورشة عملاً متقناً ودقيقاً ومستمراً من لحظة وضع المخطط على الورق إلى لحظة إتمام العمل. أنا نبني في زورق شراعي، أنا لي برومي با المول، هذا هو المول تاعنا، من البلان من المول من فابريكاسيون الشركة هذه، سوف لا بروميير ماتيير هذيك على بالنا فيها. ومن بعد نبداو في السيرتيفيكاسيون تاعنا تاع لا فيبر تاع المات ويعني لي كوش تاعنا نديرو كوش بكوش. عندنا لي كوش هذو قايتيك كي نكملوهم قايتيك، ومن بعد نبداو في لي رونفور، ومن بعد تولي في لا جوستيفيكاسيون تنقص لهم منا الزيادات هذو تنقصهم. ومن بعد عندنا مول واحد اخر هذا دوزيام بارتي تاعو اللي تجي من الفوق، ومن بعد نمولو في لا بارتي تاع لاسومبلاج ما بين هذا وهذا، ومن بعد ارفد وحط واسومبلي وكذا ومنا بالمليمتر كاع عندهم لي ريغلي تاع 20 تاع 200 مليمتر كاع واحد منا واش منا حتى يتحط في بلاصه، ويلزم هاد لابارتي تتحل مع لابارتي الفوقانيه. بناء السفن في الجزائر نشاط يتقدم ببطء. عبد اللطيف وهو البحار المتمرس يعرف جيدا ان الرياح لا تجري دائما بما تشتهيه السفن. يعني باش الدولة تسهل يعني السوق يتفتح وتسهل يعني لي كونديسيون تاع الانفستيسمون ولي كونديسيون تاع لي مارشي ولي كونديسيون ادمينستراتيف يعني في بلادنا. يعني انا واحد كي نحسب وقتي عندي على الاقل 35% الى 40% تاع وقتي ضايع غير في يعني في المشاكل الاداريه هذه يعني مع الاداره. ويعني بكل صراحة المهمة تاعي أنا يعني مهمة تاع إنتاج ماشي مهمة تاع هذا 35% تاع الوقت، وأحسن أحسن نحطه في إنتاج وتطوير ويعني كرياسيون دو ريشيس في عاود. الصناعات البحرية بشكل عام قطاع استراتيجي يحتاج المزيد من التحفيز والمرافقة لتلبية الطلب الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع مجالات الاستثمار والإنتاج.